بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معكم شرح برنامج 3D أوتوكاد، والنهاردة هكمل شرح أوامر التعديل اللي هي موديفاي. أنا عندي هوم موديفاي، وهشرح النهاردة أم 3D ألاين. تمام، أنا عندي بوكس زي ما شايفين رسمة 2، وعايزة أعمل البوكس الأحمر ده أرفعه على الأبيض زي ما احنا شايفين كده عن طريق أمر 3D ألاين. هاجي اقول له 3D align واختار البوكس ده، واجي هنا اختار اول نقطه في المربع اللي تحت ده اهو، تاني نقطه وتالت نقطه. نفس النقط دي لازم ان انا احفظها. ادي اول نقطه، تاني نقطه، تالت نقطه. كده انا عملت 3D align للبوكس. طيب لو انا عايزه اعمل موف اهو، لو انا عايزه اعمل له 3D align على البوكس ده كده، تمام، هاجي اقول له 3D align، برضو لازم نحفظ النقط. هختار اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة. هنا نفس الكلام، هختار اول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة. عملته على الواجهة دي بالشكل ده كده. لو جيت عملته شيدت هيديني الشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى انا عملت له 3D align على البوكس اللي موجود. ممكن انا اخد منه بقى كوبي. لو انا عملت اندو كده، جيت قلت له 3D align، وبعدين هنا تحت هنا بيقول لي paste point or copy، فانا اقول له كوبي. تمام، واختار التلات نقط اللي انا عايزاهم اهو، واجي ارفعه هنا في الجزء ده. يبقى انا كده عملت له 3D align واحتفظت بالاصل، خدت منه نسخه بس. لو جينا هنا عملنا له شيدت اهو، شيدت بالشكل ده كده. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.